جنيف 3 يلقى مصير جنيف 2. لماذا تحولت المفاوضات المصيرية إلى مهزلة دولية برعاية أممية؟ بالنسبة لما يشعر به شعبي فأعتقد أن الأمور وصلت إلى مرحلة حرجة. الأردن يتحدث عن مكون سوري في تركيبته الديمغرافية، وتركيا تمهد لحزمة قرارات، ولبنان يخاف على تركيبته الطائفية. هل التوطين هو الحل؟ نحن هنا لإجراء عملية محادثات غير مباشرة على شكل حوار سوري سوري بدون شروط مسبقة وبدون تدخل خارجي. احفظوها، هي فاتحة بالقرآن تبعنا، احفظوها هي. بدون تدخل خارجي وبدون شروط مسبقة. صدق الله العظيم. بشار الجعفري آخر إنتاجات البعث من نموذج زعران الدبلوماسية. لقاء الصحفيين السوريين مع أردوغان ما زال يتفاعل، وآخر الأسبوع يعطيهم حق الرد. ملفات تطرحها ميرنا منذر في آخر الأسبوع، يأتيكم في الأوقات التالية على أورينت نيوز.